الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. خذوا هالقاعدة الخفيفة، قاعدة خفيفة من قواعد تعظيم الدليل. وقد اجتهدنا والله في إقناع الناس بمثل هذه القاعدة، ولكن كثير من الناس يشاقون هذه القاعدة ويرفضونها. لا يجوز معارضة النقل الصحيح بالواقع، لا يجوز معارضة النص الصحيح بالواقع. من الناس هداه الله من يقيس صدق الدليل بموافقة الواقع من عدم موافقته، فنراه يرد كثيرا من الأدلة بحجة أنها مخالفة للواقع، وهذا أمر متفق على تحريمه ومنعه من قبل العلماء. فإن الواجب علينا تجاه النصوص أن نسلم لها وأن نصدق بدلالتها وأن نعتقد أنها الحق الذي لا أحق منه وأنها الصدق الذي لا أصدق منه. فالذي يجب علينا اعتقاده في هذا المقام أن نعتقد الاعتقاد الجازم بأنه ليس ثمة نص صحيح يعارض الواقع. وإني أقسم بالله وأباهل على ذلك وأحلف بالله عشرة أيمان أنه ليس هناك نص صحيح يتكلم عن واقع ويأتي الواقع بخلافه. أتحداك هذا لا يمكن أبدا. ولذلك كل من احتج علي بي أن هذا النص الذي في البخاري يعارض واقع كذا وكذا، فأنا أجيبه بجوابه، دائما أجيبهم بهذين الجوابين. الجواب الأول أيها الإخوان، أن يكون النص أصلا ليس بصحيح، أن يكون النص، انتبه، أن يكون النص أصلا ليس بصحيح، أن يكون النص في ذاته إما موضوع أو ضعيف، هذا أول ما أقوله لهم. فإذا اتفقت أنا وإياهم على أن النص صحيح فننتقل إلى الجواب الثاني، أن يكون فهمك أنت للنص ليس بصحيح. فالنص يتكلم عن واقع نعم، لكن ليس هو الواقع الذي أنت تفهمه من النص، فهو يتكلم عن واقع آخر. أنت لا تحيط بالواقع كله ولا تدري عن واقع مستقبل الزمان، فربما هذا النص الذي يتكلم عن هذا الواقع يتكلم عن واقع آخر غير الواقع الذي تفهمه أنت. وإلا فلا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن يقع النص على خلاف الواقع. ولذلك وعندي جواب ثالث أيضا خذوه غير مكتوب في الرسالة، أن من الناس من لا يفهم الواقع على حقيقته أصلا، فعنده آفتان، إما أنه لم يفهم النص وإما أنه لم يفهم الواقع أصلا. فهو واقع في أحد هذين المزلقين. قالوا طيب نحن نضرب لك أمثلة على أدلة تخالف الواقع وننتظر منك الجواب. قلنا أتحداكم، تتحدونهم معي؟ أكيد، حتى ولو لم تعرف الجواب لا تخف أيها السني، قل سأبحث لكن الآن أقسم بالله أنه ما يخالف الواقع. قال خذ هذا النص الذي لا جواب لك عنده في القرآن وهو يخالف الواقع. قال الله عز وجل في خصائص البيت الحرام: ومن دخله كان آمنا. فهذه الآية تقضي بأن كل من دخل البيت أو في حدود الحرم فإنه يكون آمنا. فتجد كثيرا من الناس يشككون في صحة هذه الآية بأننا لا نزال ونسمع عن الخوف الذي يصيب أهل الحرم،
كثير من أهل الحرم يخافون، لا يزال الناس هناك يخافون على أموالهم وعلى سياراتهم وعلى أنفسهم من اللصوص والسراق. فكيف يقضي الله عز وجل بأن من دخل الحرم كان آمنا ولا يزال الخوف يصيب أهل الحرم واقعا واقع؟ فهذه الآية تخالف الواقع. واضح عندكم ولا لا؟ كيف الجواب؟ الجواب في ذلك أن فهمك للنص خاطئ. كيف خاطئ؟ فهمك للنص خاطئ لأنك ظننت أن الأمن هنا من الإرادة الكونية التي لا بد أن تقع، فظننت أن الله عز وجل يخبر إخبارا بأن من دخل فهو آمن وأن الأمانة إرادة كونية مني. والله لو أراد الله بإرادته الكونية أن كل من دخل الحرم كان آمنا فوالله لا يصيب أهل الحرم خوف أبدا، ولو شاء ربك بإرادته الكونية لآمن من في الأرض كلهم جميعا. الإرادة الكونية من شأنها أنها تقع. إذن ما معنى قوله ومن دخله كان آمنا؟ من دخله فيجب عليكم أنتم أن تؤمنوه، فإذا تأمين من دخل الحرم واجب شرعي، فهو من قبيل الإرادة الشرعية التي قد تقع وقد لا تقع. مثل لو قلت لك المؤمن يصلي، هل معنى هذا أن كل مؤمن فالصلاة منه واقعة؟ الجواب لا، لكنني أخبر أن حال المؤمن أنه لا بد أن يصلي، فهذا أمر بالصلاة. فقال الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، يعني فرض عين عليكم أن تؤمنوه ولا تخيفوا أحدا. لكن هل طبق الناس أمر الله هنا؟ الجواب لا، مثل ما أنهم لم يطبقوا أمره بالصلاة ولم يطبقوا أمره بالإسلام. فإذا تأمين أهل الحرم من قبيل الإرادة الشرعية لا من قبيل الإرادة الكونية. إذا صار الخلل في فهمه هو للنص، في فهمه هو للنص. اسمع آية ثانية، آية ثانية. يقول الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. هذه الآية تقضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل هو وأصحابه الحرم. وهذه الآية أنتم تعرفون أنها في صلح الحديبية، نزلت قبل عمرة الحديبية. طيب أسألكم بالله، في عمرة الحديبية هل دخل الرسول الحرم؟ هل دخل أصحابه الحرم؟ الجواب لا. فقالوا إذن هذه آية تعارض الواقع، فالآية تقضي أنه هو وأصحابه سيدخلون وسيكملون نسكهم وسيقصرون أو يحلقون، ومع ذلك ما حصل هذا الأمر، فما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم للحرم وما طاف ولا سعى ولا قصر. فكيف تقول إن النص لا يقع على خلاف الواقع؟ الآن العلة من وين؟ العلة من فهمك أنت للنص. أسألك بالله، هل النص حدد الزمان؟ هل النص قال في عمرة الحديبية أو قبلها أو بعدها؟ النص جزم بأنكم ستدخلون، لكن هل قال في هذا العام أو العام الذي بعده أو العام الذي بعد بعده؟ هو وعد رباني سيقع، لكن هل قال هذه السنة؟ فإذا الدليل ورد مطلقا، فلما أنت تقيده بعام وتجعل المطلق يعارض الواقع؟ لأنك أنت من فهمه مقيدا، فالنص مطلق وأنت فهمته مقيدا، فلخطأ فهمك فيه حصل التعارض. فإذا ما في تعارض. ولذلك عمر رضي الله عنه احتج على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدهم المشركون، قالوا يا رسول، قال له يا رسول الله، يا رسول الله، أولم تحدثنا أن نأتي الحرم ونطوف ونسعى؟ قال وهل قلت إنه العام؟ لكنك ستأتيه، أنت جاي جاي وداخل داخل وطايف طايف ومقصر وحالق حاصل حاصل، لكن
تحديده بالزمان هو الخطأ. من قال لك إني قلت إنه في هذه السفرة أو في هذا العام؟ إذن توافق النص مع الواقع. طيب دخله الصحابة والرسول ولا لا؟ آمنين لأنهم صارت بلدا من بلاد الدولة الإسلامية عقب الفتح، آمنين، صارت مفتوحة. فإذن هذه الآية تتكلم عما سيكون من حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعد فتح مكة. دخلوا وطافوا وسعوا وقصروا وحلقوا. اسمع إلى هذا الحديث الآخر، قالوا عندنا حديث يتعارض مع الواقع. أنا لو كنت مريضا بالإنفلونزا وجلست بين أناس صحاح، ماذا سيحصل لهم؟ أجيبوا يا أخوان، عدوى. إذن العدوى موجودة، العدوى موجودة واقعا، العدوى موجودة واقعا، لكننا وجدنا حديث يخالف هذا الواقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، لا عدوى. فكيف تقولون؟ الجواب لا يتعارض هذا النص مع الواقع أبدا، وهي أن العدوى التي ينفيها رسول الله هي إصابة المريض الأول ابتداء. من الذي أمرض المريض الأول ابتداء؟ من هو؟ الله. فهو يتكلم عن العدوى الابتدائية للانتقالية، فالذي في الواقع إنما هو العدوى الانتقالية، لكن من الذي قدر المرض على المريض الأول؟ هو لم يخالط مرضى لكن جاءه المرض. من الذي أعداه؟ لا أحد أعداه. فإذا العدوى المنفية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، إنما ينفي به اعتقاد أهل الجاهلية الذين كانوا يعتقدون أن العدوى تنتقل بذاتها بلا قدر الله. ولذلك لما سمع بعض الصحابة هذا الكلام من رسول الله قال يا رسول الله إن النقبة حشرة لتقع بمشفر البعير فيجرب فتجرب لذلك الإبل. كيف تقول يا رسول الله لا عدوى ونحن نرى أن الإبل البعير الأجرب يعادي الأبعرة الصحيحة؟ الصحابي الآن يسأل عن العدوى الابتدائية ولا الانتقالية؟ أي ظن منها أنها الانتقالية. قال رسول الله فمن الذي أعدى الأول؟ من الذي أعدى الأول؟ ما في أحد. فكما أن الله قدر المرض ابتداء فكذلك هو الذي يقدر المرض انتقالا. ولذلك كم إنسان يمرض بدون مخالطة مرضى، وكم من صحيح يبقى بين مرضى من أصحاب الأمراض المعدية ويخرج من بينهم سالما معافى. لا، إذن الانتقال ليس ذاتيا ابتدائيا، وإنما انتقال تقديري بقدر الله عز وجل. ما أدري عرفت أشرح ولا ما عرفت أشرح؟ ها؟ واضحة. طيب تبون حديث آخر؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم. الخنز يعني التعفن. طيب إيش دخل بني إسرائيل؟ إيش دخل بني إسرائيل والتعفن؟ ما شأن بني إسرائيل بالتعفن؟ التعفن عملية كيميائية طبيعية بيئية، إذا اكتنز اللحم ووضع في مكان فإنه يتعفن. ما دخل بني إسرائيل؟ أنت الآن يا شيخ فهد من بني إسرائيل؟ أكيد. طيب ترى الانتساب مو بلازم يهودي، يعني إيه نعم، إسرائيل يعقوب بن إبراهيم، ترى يعقوب بن إسماعيل بن إبراهيم. اسمع، أنت الآن في ثلاجتك، لو انطفأت الثلاجة 3 أيام ماذا يحصل للحم؟ يخنس. إيش دخل بني إسرائيل في لحمك الذي خنس؟ فإذا هذا الحديث يتعارض مع العقل. اللحوم التي تأتي بعد بني إسرائيل إلى أن تقوم الساعة إذا خنزت فبنو إسرائيل هم المتسببون فيها. إيش ده؟ لا أبدا، الحديث واضح.
الحديث واضح. شوفوا يا جماعة لعلكم تفهمون بسرعة. إن اللحم من طبيعته إذا اكتنز خنز. إن اللحم من طبيعته إذا اكتنز خنز، لا سيما إذا اكتنز في مكان لا يصلح الاكتناز فيه. أما ثلاجاتنا اليوم فلو جلس فيها أياما طويلة ما يخنز، لأنه مكان مخصص لذلك الشيء. استمعوا الآن، لقد كان الناس قبل بني إسرائيل لا يكنزون لحومهم، وإنما كانوا يعرضونها للهواء الطلق ويدهنونها ببعض الأشياء التي تؤخر تعفنها. لكن لما أنزل الله السلوى على بني إسرائيل، على بني إسرائيل نزل عليهم السلوى، المن والسلوى، صاروا يأخذون اللحم ويكتنزونه في بيوتهم. فأول من اخترع اكتناز اللحم وحفظه في مكان من هم؟ بنو إسرائيل. فصار اللحم يخنز، ثم توارثت هذه العادة السيئة الأمم من بعدهم، فهم سنوا سنة سيئة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها من بعده. لم تكن الأمم تعرف اكتناز اللحم. ما فهمت؟ أضرب لك مثال مقارب. هل كانت الأمم قبل أمة لوط يعرفون وطأ الغلام؟ ما كانوا يعرفون وطأ الغلام. أمة عاد، أمة هود، أمة إبراهيم، ما كانوا يعرفون وطأ الغلام. متى انتشر في الأرض وطأ الغلام؟ بعد أمة لوط، فصار الناس يعرفونها. فإذا ما وطئ غلام إلى أن تقوم الساعة إلا وكان على قوم لوط كفل من هذا الإثم، لأنهم أول من سنوا هذه الجريمة. طيب، أول من سن اكتناز اللحم هم بنو إسرائيل، فإذا هم المتسببون الأوائل في إفساد اللحم. لو تركوا الناس على العراء والله لبقي اللحم أياما طويلة لا يخنس. أنا أذكر أنني أدركت آبائي إذا خرجوا للبر في أيام طويلة يذبحون الذبيحة ثم يدهنونها بالملح، يسمونها يا شيخ عبد الله القفر، يبقى أيام تيبس قشرته الخارجية فقط، لكن إذا أزيلت تجد اللحم لا يزال طريا، يمنع وصول البكتيريا الموجبة لتعفينه. لكن ذا الثلاجات لو تطفى ساعة أو ساعتين أو يوم، أعوذ بالله، متى ما ذاب ثلجها خرب اللحم على طول. هذه سنة بني إسرائيل السيئة، والأمم مولعة بأنها ترث بعضها بعضا. على كل حال، لي رسالة صغيرة ذكرت فيها قرابة كم يا هيثم؟ 70 أو 100 فرع، 100 فرع، كلها من النصوص التي ادعي أنها تعارض العقل. منها هذا، ومنها لولا حواء ما خانت امرأة زوجها قط، وأحاول أنني أؤلف بين هذا وبين الواقع، أو بينه وبين العقل، حتى أثبت للناس أنه لا يمكن أن يتعارض نقل مع عقل، ولا يمكن أن يتعارض نقل مع واقع. لكن المشكلة في الفهم إيش؟ في الفهم الخطأ.